تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر السلام عليكم وعليكم السلام واذا نظرنا الى واقع المسلمين في هذا العصر وجدنا ان قوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وصدق صلى الله عليه وسلم، المسلمون يبلغون 1,000,000,000 في العالم أو يزيدون، ومع هذا لا تجد إلا القليل والقليل جدا من يتمسك بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره في التشريع وفي الأحكام، بل اختاروا لأممهم وشعوبهم شريعة أو شرائع جاءوا بها من عند أعدائهم، أعداء المسلمين، أعداء الإسلام، الذين ما فتئوا يبحثون عن ما يضعف الإسلام أو يقضي على الإسلام منذ بزغ نور الرسالة وحتى يومنا هذا، ما زالوا يدبرون المؤامرات ويدبرون الخطط لإضعاف الإسلام أو القضاء عليه من بعثته صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، بالمؤامرات، بالحروب، بإحداث الأفكار المنحرفة السيئة. وكل هذه الأوقات والأزمنة التي مضت ما استطاعوا أن يحصلوا على مرادهم في القضاء على الإسلام، ولكن في عصرنا الحاضر حصل أو جعلوا لهم أعوانا من المنافقين والملحدين والكافرين الذين اندسوا في صفوف المسلمين وجعلوا لا يفتؤون يفرقون صفوفهم ويحدثون الخلافات بينهم ويشككون نشأ المسلمين في عقيدتهم وفي شرعهم، وكانت لهم صولات وجولات في الكتابات وفي الشعر وفي التشريع وفي المناهج وفي كل كعادة كطريقة المنافقين الأولين، يفعلون أمورا لا يظهر منها الإصلاح وهم يريدون بها القضاء على الإسلام، يزعمون أنهم مصلحون وهم والله مفسدون، يريدون القضاء على الإسلام وينفذون أوامر أسيادهم في خارج بلاد المسلمين. وإلا فكيف يرضى المسلمون، كيف يرضى حكام المسلمين لشعوبهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى القانون، ويجعلونه دستورا وشريعة يرجع إليها أفراد الأمة وجماعاتها يتحاكمون إلى الطاغوت وإلى القانون في معظم بلاد المسلمين، وينسون أنه سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا أمر خبر منه سبحانه وتعالى عام لا يقصد به أمة من أمة ولا قوم من قوم، وإنما هو عام لجميع الناس، لجميع الأمم. من أعرض عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكم غيرهما، سواء حكمهما في كل شيء أو حكمهما في شيء دون شيء، فإنه داخل تحت قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نرى أعداء الإسلام المنافقين والملحدين والعلمانيين والحداثيين ومن لف لفهم يصونون ويجولون في العالم الإسلامي بقصائدهم وكلماتهم ومقالاتهم، ولا نرى أحدا
يعترض لهم أو ينقدهم أو حتى يسمح لغيره أن ينقدهم أو يرد باطلهم. وأما غيرهم من المصلحين من الدعاة والمصلحين الذين يريدون تقويم الأمة ويريدون تطبيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الكتاب والسنة، هؤلاء توضع العراقيل في طريقهم ولا يتمكنون من تبليغ رسالة ربهم في معظم العالم الإسلامي. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل بلحظة حق اللقاء، يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء. يوم رهيب قاتل بلحظة حق اللقاء. لا بد من السيف، ولا بد من الجهاد، ولا بد من ولا يرعب الأعداء، أعداء المسلمين لا يرعبهم أبدا إلا القوة، إلا السلاح. أما ما دون ذلك، أي ما دون السلاح، فإنه وإن نفع في بعض الناس وأثر فيهم، لكنه في الكفرة المعاندين لا يؤثر ولا ينفع. والجهاد دعامة وركن متين من أركان هذه الشريعة. قام هذا الدين الإسلام، هذا الدين الإسلامي قام على هذا الركن وهذا الأساس الذي لا يمكن أن يقوم الدين ولا يمكن أن يثبت قدم الإسلام بدون جهاد مطلق.